بدعوة أمه عليه كان ممكن يكون أهلك أهل الأرض ويكون من أهل النار والعياذ بالله، لكن بثقته في الله وإخلاصه لله وتوجهه الصادق إلى الله ربنا نجاه من هذه المحنة، بل وجعل على يديه معجزة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النهاردة حديثنا عن جريج العابد الذي قص عليه حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كان واحد عابد في بني إسرائيل وكان يضرب به المثل في العبادة، بل من شدة عبادته بعض الناس حقد عليه لشدة تقربه إلى الله ولعدم أنهم لم يروا منه معصية تسيء إليه. ذات مرة وهو يعبد الله عز وجل في صومعته جاءته أمه العجوز ونادت عليه يا جريج، وأشار النبي بيده هكذا أنها كانت تغطي الشمس على عينها لأنه كان في مكان مرتفع، يا جريج أنا أمك أجبني، وكان في صلاته فقال يا رب أمي أم صلاتي، فأقبل على صلاته ولم يجب أمه فانصرفت لأنه كان يطيل في صلاته. عادت في اليوم الذي يليه كانت عوزاه في أمر يا جريج، قال يا رب أمي أم صلاتي، فانصرف إلى صلاته وترك أمه فذهبت. جت في اليوم الثالث وكررت نفس الشيء يا جريج أنا أمك أجبني، فقال يا رب أمي أم صلاتي، فانصرف إلى صلاته وانصرفت أمه، ولكن قبل أن تنصرف هذه المرة دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وفي مرة من المرات الناس قاعدة تتكلم عنه وبيحسدوه على طاعته، واحدة بغي يعني واحدة تسلم نفسها لمن يدفع الثمن، كانت جلسة بينهم فقالت إن شئتم لأفتننه لكم، فقالوا لها إن استطعت، فذهبت فعرضت نفسها عليه فلم يلتفت إليها، فذهبت إلى راع كان يدخل عند جريج يخدمه ويقضي له حاجته، فأمكنته من نفسها فحملت منه، فحينما وضعت قالوا لها ولد من هذا؟ فقالت إنه ولد جريج هو الذي زنى بي، فاستنزلوه من صومعته يعني خدوا نزلوه من الصومعة بتاعته وأخذوا يضربونه ويدوروا به في الأسواق، فقال لهم ما شأنكم؟ قالوا أنت زنيت بهذه البغي، وطبعا ما صدقهم مستنين له غلطة رغم أنهم عارفين براءته، إلا أن دعوة والدته شاء الله أن تحقق وينظر إلى وجوه المومسات. فحينما كانوا يمرون به إذا به يرى أصحاب البيوت اللي هم الرايات الحمر، كانت بيوت والعياذ بالله تتخذ للزنا وكان عليها شارات تعلم هذه البيوت، فلما رأى هذه البيوت أمامه تذكر دعوة أمه وابتسم حينها وعلم أن فرج الله قريب، قال لهم إذن دعوني أصلي، فصلى ركعتين ثم انصرف فقال ائتوني بالغلام، هاتولي الغلام اللي مولود ده ولم يتعدى الثلاث أو أربع أيام، فحمله وطعنه بأصبعه في بطنه وقال له يا بابوس أي يا غلام من أبوك؟ فنطق الغلام بقدرة الله سبحانه وتعالى وقال إنني ابن فلان الراعي. حينئذ أقبل الناس عليه يتمسحون به ويقبلونه ويقولون له نبني لك صومعة بدلا من التي هدمناها ونبنيها لك من ذهب، فقال لهم بل أعيدوها بالطين كما كانت. نأخذ من ده إنك أولا ما تستهونش أبدا بطاعة والدتك وبرها فإنه في أعلى الأماكن، دايما كن عندك ثقة في الله ويقين في الله ربنا هينجيك من أصعب الظروف، دايما حط نفسك ند مع الشيطان لا تصاحب الشيطان لأنه ليس لك بصاحب، اعرف إن الشيطان دايما مش سايبك في حالك، اعرف إن أصدقاء السوء مش هيسيبوك في حالك، دايما عاوزينك زيهم لأن الحاجة السيئة ما بتحبش تشوف حاجة أحسن منها، يا إما أنت هتحاول تاخدهم في طريقك لله سبحانه وتعالى، إن لم تستطع واستمريت معهم على هذه العلاقة والصداقة فسيجرونك أنت معهم إلى طريق الشيطان، فاحذر من أن تقع في حفرة من حفره. أسأل الله لي ولكم العصمة، اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.